تنفيذا للتعليمات والتوجيهات السديده للسيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، وفي اطار الاستراتيجيه المنتهجه من طرف قياده الدرك الوطني الراميه للحفاظ على السكينه والامن العموميين، تجسيدا لخارطه الطريق السيد العميد قائد الدرك الوطني في شقها المتعلق بمحاربه كافه اشكال الجريمه والجريمه المنظمه، تمكن افراد المجموعه الاقليميه للدرك الوطني بالبليده خلال الاسبوع المنصرم من وضع حد لشبكه إجرامية وطنية ودولية مختصة في ترويج المخدرات ونقلها من إلى خارج التراب الوطني، انطلاقا من الحدود الولائية للغربية مرورا بولاية الوسط إلى غاية الحدود الشرقية والجنوبية الشرقية للوطن، استغلالا للمعلومات اللي تم الحصول عليها التي مفادها ترويج المخدرات على مستوى وسط مدينة البليدة من طرف شبكة إجرامية. تم فتح تحقيق حول القضية بالتنسيق مع الجهات القضائية، حيث امتدت هذا التحقيق على مدار حوالي 3 أشهر، أين تم تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية مع توظيف كل الوسائل التقنية خلال مراحل التحريات التي مكنت من توقيف ووضع حد لهذه الشبكة، كما مكنت الاحترافية والمهنية العالية وكذا حنكة المحققين من الوصول إلى فك لغز خيوط شبكة هذه الشبكة الإجرامية وتوقيف كافة عناصرها وحجز كمية معتبرة من المخدرات. كللت العملية بنجاح كبير وأسفرت عن النتائج التالية، حيث تم توقيف 12 شخص من عناصر الشبكة الإجرامية مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 61 سنة، في حين تم حجز 11 قنطار و20 كيلوغرام من الكيف المعالج كانت بصدد ترويجه، حجز 17 مركبة سياحية ونفعية استعملت من طرف عناصر الشبكة لنقل هذه السموم، حجز مبلغ مالي معتبر من عائد التجار غير الشرعي بالمخدرات وقدر بمليار و58 سنتيم، حجز أيضا 65 هاتف نقال وشرائح هاتفية مستعملة وجديدة لمختلف المتعاملين استعملت من قبل عناصر الشبكة، كما أيضا تم حجز وثائق إدارية مزورة وكذلك حجز أجهزة تقنية إلكترونية تتمثل في جهاز إعلام آلي وأجهزة للملاحة محمولة.